اهلا بيكو. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ازاي تتعامل مع العميل لما يجي يطلب تغييرات مختلفة في المشروع، وعلشان بس اهميتها احب افكركم تاني بان اهم حاجة ان العميل ايا من كان العميل ده يخرج من عندك مبسوط مش متضايق منك. طيب العميل بقى يجي يطلب تغييرات قد ايه؟ الحقيقة من غير ما أقولك العميل دايما على حق، الحقيقة من حق العميل انه يطلب اي تغييرات هو عايزها. ايه ده احنا مش كاتبين عقد؟ ايه ده احنا مش متفقين؟ ايه ده مش كان في؟ من حقه يطلب تغييرات اللي هو عايزها في اي وقت، فده المشروع لسه متسلمش. طيب وبعدين كل حاجة كده نعملها له؟ لا، زي ما هو من حقه في أي وقت يطلب تغيير، أنت كمان من حقك أولا بقى من واجبك دلوقتي إن أنت كل ما هو يطلب تغيير تقول له سيبنا فكر، وبعد ما تفكر أنت بترد عليه بإذا كان ممكن التغيير ده يتم بالإمكانيات المتاحة ولا مش ممكن يتم بالإمكانيات المتاحة. فيبقى زي ما هو من حقه يقول أنا عاوز، أنت من حقك تقول مش هقدر، مش كده ولا إيه؟ يبقى خلي بالك ان انت كمان كبروجكت مانجر ليك الحق في ان انت تطلب تغيير المواصفات او السكوب او الجولز بتاعت المشروع بعد ما المشروع يبتدي، بس زيك زيه مش من حقك ان انت تعمل التغييرات دي الا لما تاخد رايه، في الاخر هي فلوسه، وزي ما هو وهو برضه بيجي ياخد رايك او بيجي يتفق معاك ليه؟ علشان انت اللي هتعمل الشغل، فهي مصلحه متبادله بينكم انتوا الاثنين، وحاجه انتوا الاثنين ممكن تقترحوها وتتفقوا عليها في اي وقت على مدار حياه المشروع. يبقى مبدئيا ياس ممكن كل يوم يجي بتغيير، لكن التغيير ده لازم يبقى له بروسس وله بروسيجر، علشان التغيير لما يدخل على المشروع المشروع كله بيتغير، وبما المشروع اتغير لازم نتاكد ان في الاخر على ما نوصل على اخر المشروع يكون كل متطلبات العميل اتحققت، ونكون في نفس الوقت احنا انت كبروجكت مانجر انت كممثلا للمؤسسه اللي انت بتشتغل فيها، او الاحسن لو انت بتشتغل لحساب نفسك ان انت تكون حققت الارباح المطلوبه او المعقوله بالنسبه لك بالنسبه لنظام شغلك، المعقوله بالنسبه لحجم المشروع اللي انت بتشتغل فيه. اوكي، طب ازاي نعمل كده بقى؟ لازم يعمل حاجه اسمها سكوب مانجمنت. هي مش دلوقتي هدخل في تفاصيل فيها قوي، وانما انا احب الاول اقول لك ايه اللي هيحصل لما ما نعملش سكوب مانجمنت كويس. اللي بيحصل ان انت لو ابتديت سبت العميل براحته كده في اي وقت بيجي يقول لنا عايزين نغير، وانت تقول له حاضر وتمام التمام وتشتغل من غير ما تاخد اي اجراءات تانية، هيحصل ما يسمى بالسكوب كريب. سكوب كريب دي كلمة من الكلمات الوحشة جدا اللي الجماعة بتوع البروجكت مانجمنت ما يحبوش يسمعوها ابدا. اوكي، سكوب كريب لو حبينا نقوله بالبلدي هو ببساطة شديدة ان تم تغييرات في السكوب او في الجولز بتاعة المشروع بشكل ادى ان انت في النهاية الخطة اللي معاك حاجة والمشروع حاجة تانية، وانت مش عارف تلم نفسك، الدنيا اتطربقت على نفوخ. اوكي، طيب امال قال لك كل ما يحصل تغيير في المشروع، تغيير في متطلبات المشروع زي ما قلنا من شويه صغيرين، التغيير ده ممكن يجي من ناحيتك انت او من ناحيه العميل. كل ما يجي تغيير طلب في التغيير، لازم طلب التغيير ده يتم التعامل معاه بشكل منتظم. لازم التغيير يخش على ما يسمى بالسكوب تشينج بروسس. انا مش هدخل في تفاصيل بقى السكوب تشينج بروسس دلوقتي، بس لازم انت تبقى عارف ان لو السكوب تشينج بروسس دي ما اتطبقتش صح وما خدتش مجراها اللي المفروض تاخده، هتتطربق على نفوخك، وانت مش عايز كده وانا مش عايز كده. اوكي، يبقى لازم يحصل سكوب مانجمنت او سكوب تشينج بروسس علشان نهرب من السكوب كريب. يبقى دي حاجه. تاني حاجه ما يسمى بالبروجريسيف الابوريشن. البروجريسيف الابوريشن من غير ما اقعد بقى ايه سوري من غير ما اقرا اللي مكتوب، لا هي ببساطه شديده
تغييرات بتطرأ على المشروع، رغبت أم لم ترغب على مدار حياة المشروع. اوكي، بس عادة بنبص للبروجريسيف الابوريشن على انه تغييرات ايجابية، بمعنى انه اولها ان انت كل ما زي ما اتكلمنا في اول محاضرة خالص عن السبيسيفيكيشنز بتاعت الجول، انت كل ما بتبتدي تشتغل في المشروع كل ما التفاصيل بتاعت اللي هيتعمل هتبان اكتر. انت المفروض وانت بتعمل سيتنج للبلان في الاول، انت بتعمل سيتنج للبلان على اقصى دقة ممكنة، لكن برضو زي ما قلنا الدقة دي مستحيل انها تبقى 100%. فانت as you go in the project، البروجكت تفاصيله بتتغير، البروجكت تفاصيله بتبان، بيبتدي البروجريسيف الابوريشن يخلي المشروع بتاعك يبان في تفاصيل اكتر، بتؤدي لتغيير الاداء في المشروع. احنا كنا قبل كده قلنا احنا عادة الدروس اللي بنستفيد بيها في المشروع بنتعلمها في المشروع بنستفيد بيها في المشروع اللي بعديه. هنا بقى يجي النقطة الاستثناء، وهو ان في بعض الدروس بنتعلمها في المشروع بنقدر نستفيد بيها في المشروع بتاعنا نفسه ونطور ادائنا فيه. حاجات كتيرة قوي، يمكن اذكر حاجة سريعة منها، مثلا الموردين اللي هتجيب منهم الماتيريال اللي هتشتغل بيها في المشروع بتاعك. لو انت الخطة بتاعتك على ان انت هتجيب الموردين من بلد تانية انت عارفها او مدينة تانية انت عارفها، وبعدين بعد ما رحت تشتغل في المشروع اكتشفت ان في موردين قريبين منك، ادي تغيير ايجابي. لكن ده لو ما انعكسش على الخطة بتاعتك يبقى انت ادائك في التنفيذ اداء مش صح، ممكن يضرب وحش، وممكن يبقى بيضيع عليك فلوس او بيضيع عليك مكاسب كان ممكن ترجع عليك او على العميل حسب العقد اللي بينكم طبعا. فيبقى هنا البروجريسيف الابوريشن برضو لو ما تعملوش لو ما دخلش في ابديتنج في البلان، لو ما تعملش بيه ابديتنج في البلان هيعمل برضو زي السكوب كريب والدنيا هتطربق على نافوخه. تمام، يبقى احنا الفيديو بتاعنا ده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن سكوب كريب، حاجة وحشة جدا مش عايزينها تحصل، عشان كده بنعمل سكوب كنترول وبنعمل سكوب تشينج ريكوست وسكوب تشينج بروسيس وسكوب تشينج بروسيجر. وكلمنا كمان عن البروجريسيف الابوريشن اللي هو عادة تغييرات عادة ما بتكون ايجابية بتطرأ على البلان بتاعت المشروع، لكن برضو زيها زي السكوب تشينجز التانية لازم يتغير المشروع، تتغير خطة المشروع، وإلا ممكن يعمل برضو لخبطة كبيرة في آخر المشروع وتلاقي إن اللي انت بتعمله مش هو غير الخطة اللي انت ماشي عليها. أرجو أن الموضوع يكون واضح، والنقطة دي كانت تهمني أقف أن أنا أقف عندها شوية. المحاضرة بتاعتنا دي بتاعت السكوب والسكوب سيتنج والجولز كده ده آخر كلام فيها. إن شاء الله المحاضرة الجاية هنبتدي نتكلم في البروجكت لايف سايكل، نتكلم عليهم هم 5 فيزز زي ما قلنا قبل كده، هنتكلم عليهم واحدة واحدة إن شاء الله. شكرا أن أنتم مستحملين كل ده معايا، وأشوفكم المحاضرة الجاية بإذن الله.